حياتهم في رحيل دائم. البدو في صحراء عسيلان لا يزالون متمسكين بإرث آبائهم وأجدادهم في العيش بالبادية بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخبها. عادات العرب الأصيلة والقيم التي يعتز بها البدوي لا تزال متجذرة فيهم، كما أنها تظهر جليا في الكرم الذي عرف به البدوي قديما وحديثا، فعند قدوم الضيف يقابل بالبشاشة والترحاب ويباشر بالسلام عليه والسؤال عن حاله أو ما يسمى بالمقاوة التي تعبر عن مدى سعادة البدوي بقدوم الزائرين. ولا تختلف عادة الكرم النبيلة من بدوي لآخر، موسرا كان أم معسرا. الصحراء التي نسكن بها، أولا كانوا أهلنا في زمن البادية كانوا يعيشون في هذه الصحاري، معهم الإبل والغنم، وكانوا يسفرون عليها، يسفرون على الجمال إلى منطقة يقول لها لياديم، منطقة الملح، كانوا يجيبون الملح فوق الجمال ويسوقونه إلى الأسواق ويجيبون به الأكل. أهلهم كانوا بعدهم في هذا، يعني يكون بيت شعر، معهم بيوت الشعر، يصنعونها من غزيل الإبل والغنم، يغزلون البيوت ويجي واحد يقول الحايك يحوك هذه الفلجان، يقولها فلجان اللي هي حق البيت، وبعد ما يحوكونها يسوون لها أسوار يعني من الشعر. فنحن كنا محتفظين على هذه الطريقة حقهم وعلى ما كانوا يعيشون عليه وما كانوا يروحون فيه هذه زمان، هذه أرض البادية اللي ترونها. مجالس البدو تعد إحدى مدارس التربية في البادية، حيث ينصت الصغار لحديث كبارهم فيتعلمون منهم الأخلاق النبيلة والتقاليد البدوية وآداب الكلام وحسن الحديث. ومن المهارات التي يتربى عليها الأبناء ركوب الخيل والإبل، حيث تعد تقليدا يفخر به البدوي منذ نشأته الأولى، كما أن الاهتمام بالأنعام ورعيها ميزة لا تنفك عن البدوي لاعتماده عليها كمصدر دخل وحياة كريمة لأفراد الأسرة البدوية. وادي عسيلان أو مديرية عسيلان محافظة على عادات وتقاليد أهلها وموروثهم القديم، والحمد لله أنهم لا زالوا ويشجعون أبنائهم الصغار، يشجعون أبنائهم الصغار ويعلمونهم كيف يتمون على عاداتهم وتقاليدهم وعادات وتقاليد أهلهم الأولين. أما طعام البادية فيعد من الأطعمة الصحية التي لم تدخل فيها آفات الصناعة الحديثة، ويشترك الجميع في إعداد الطعام كنوع من التعاون للتغلب على شدة الصحراء وقسوتها. في حياة البادية مزاج لا يروق إلا لمن عاش في مثل هذه الأماكن، حيث الحياة على طبيعتها الأولى التي عاشها أجدادنا في الماضي، وبقيت إرث جميل تتناقله الأجيال. عوض صالح، قناة المهرية، من وادي قبيلة بلحارث بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.